تفسيرات علمية من اختبارات سابقة توصل الأجهزة في المنازل على التوازي. طبعا التوازي بيتميز بأن المقاومة تكون أقل ما يمكن، وفي نفس الوقت نقدر نتحكم في تشغيل كل جهاز، وإذا احترق جهاز لا يؤثر في الباقي. ممكن الجهاز السؤال يجي العكس، لا توصل على التوالي. طبعا التوالي بتكون أكبر مقاومة، ولا يمكن التحكم في تشغيل كل جهاز، وإذا احترق جهاز تصبح الدائرة مفتوحة. سؤال تاني، يقل فرق الجهد بين طرفي البطارية عند غلق الدائرة، لأن عند غلق الدائرة يمر التيار في الدائرة الخارجية والدائرة الداخلية. الدائرة الداخلية بقى مقاومة داخلية، مقاومتها الداخلية R small، إذا يستهلك طاقة في المقاومة الداخلية، وبالتالي يقل فرق الجهد بين طرفي البطارية. أسلاك التوصيل أقل سمكا عند مقاومة التوازي. معروف عند التوازي التيار يتجزأ، فبما أن التيار يتجزأ إذا يجب تكون الأسلاك أقل إيه سمكا. يبقى الإجابة لأن التيار يتجزأ عند التوازي في المقاومة. عند توصيل مقاومة على التوازي يزيد استهلاك الطاقة اللي هي القدرة، لأن توصيل التوازي يقلل المقاومة. مفتاح الحل في الكلمة ديت على التوازي. معروف التوازي يقلل المقاومة، والعلاقة بين المقاومة والقدرة علاقة عكسية. يبقى لأن التوازي يقلل المقاومة، والعلاقة عكسية بين المقاومة والقدرة. نلجأ إلى استخدام قوانين كيرشوف، طبعا في الحالات التي يكون يصعب فيها تبسيط الدوائر، إذا تستخدم في لحل وتبسيط الدوائر التي يصعب تبسيطها بقوانين أوم العادية. أسلاك أسلاك التوصيل يفضل أن تكون نحاسية. النحاس بيتميز بكبر توصيلاته لأن مقاومته النوعية صغيرة، أو لصغر مقاومته النوعية إذا توصيلاته عالية. ينصح بعدم البناء بالقرن الضغط العالي. نقصد هنا لما لأن ده يؤثر على الصحة العامة، لأن العلاقة بين كثافة الفيض والمسافة علاقة عكسية، فيجب ألا تقل تقريبا عن 30 متر. يوضع قطع حديد مطاوع في ملف لولبي. معروف الملف اللولبي الحديد المطاوع بيتميز بنفاذيته العالية، وبالتالي تزيد كثافة الفيض، إذا لكبر نفاذيته وبالتالي تزداد من كثافة الفيض. يتجاذب سلكان متوازيان في نفس الاتجاه ويتنافر إذا كان عكس اتجاه. فإذا كان في نفس الاتجاه يبقى محصلة المجال بينهما أقل عن خارجهم، أما إذا كان التيارين متعاكسين في الاتجاه فإن محصلة المجال بينهما أكبر عن خارجهم. عدم تحرك سلك. كلمة عدم تحرك سلك بمعنى ذلك يبقى القوة صفر، وتكون القوة صفر عندما يكون السلك موازي لخطوط المجال. يبقى الزاوية صفر، إذا نقدر نقول لأن السلك موازي لخطوط المجال والزاوية صفر وساين صفر بصفر. أما الملف العكس لا يدور ملف. كلمة ملف هنا لأن بنحسب الزاوية في الملف بين المستوى الملف والعمود على المجال، فإذا كان الملف عمودي يبقى الزاوية صفر. يبقى نقدر نقول لأن مستوى الملف عمودي. معنى الملف عمودي يعني الزاوية بين مستوى الملف وبين العمودي صفر وساين صفر بصفر. نفس الفكرة، قد لا يتولد عزم في ملف، لأن عارفين الزاوية بتبقى بين الملف والعمودي، يبقى عدم تولد يبقى معناها الزاوية صفر، أي أن المستوى الملف عمودي، أي أن مستوى الملف عمودي على خط المجال، يعني معنى ذلك أن الزاوية صفر وساين صفر بصفر. يتناقص عزم الازدواج المؤثر في ملف. طبعا كل ما كان في بدء الامر موازي اكبر ما يمكن، مستوى الملف موازي خط المجال كزاويه 90، ولكن مع الدوران تقل الزاويه ما بين مستوى الملف، يبقى لان الزاويه تقل او لنقص الزاويه بين مستوى الملف والعمود على المجال، وكلما قلت الزاويه قل جيب الزاويه. في الجلفانومتر ذو الملف المتحرك تستخدم اقطاب مقعره، مغناطيسيه مقعره، طبعا عشان تجعل خط المجال على هيئه انصاف اقطار، وبالتالي تتركز خطوط المجال على الملف وتكون موازيه لمستوى الملف كي يكون عزم الازدواج اكبر ما يمكن. اقسام تدريج الاوميتر غير متساويه.
ايوه، لان شده التيار تتناسب عكس، مش مع مقاومه واحده، مع مجموعه مقاومات اللي هي مقاومه الجلفانوميتر، المقاومه الثابته، المقاومه المتغيره. علل وجود زوج من الملفات الزنبركيه. طبعا هيبقى لها عده حاجات: مدخل ومخرج التيار، اعاده المؤشر الى صفر التدريج، وطبعا بينتج عنها عزم عشان يتزن مع عزم الناشئ عن التيار. توصل مقاومة عيارية في الأوميتر طبعا لمعايرة الجهاز، ونقدر نعين بقى صفر التدريج والمقاومة متغيرة عشان تتحكم في التيار. توصل مقاومة صغيرة على التوازي. كلمة صغيرة وعلى التوازي ده كله يقلل من التيار بتاع الأميتر، وبالتالي لا يؤثر في تيار الدايرة. ده كل يبقى مقاومة صغيرة وعلى التوازي، التوازي بيقلل وهي صغيرة، يبقى بالتالي حتى تقلل المقاومة ولا تؤثر في تيار الدايرة، وفي نفس الوقت بنحمي الجلفانوميتر لان بتكون مقاومه صغيره هيمر فيها معظم التيار. تدريج الاوميتر عكس تدريج الاميتر، طبعا لان علاقه عكسيه بين شده التيار والمقاومه. كبر المقاومه، كبر مقاومه الفولتاميتر طبعا عشان نقلل التيار الرايح للفولتاميتر، وبالتالي لا يتاثر تيار الدايره وبنحافظ على الجلفانوميتر. يبقى حتى نقلل من تيار الفولتاميتر ولا يؤثر في تيار الدايره. علل يجب ان تكون قوة الدفع الكهربيه للعمود المتصل بالاميتر ثابته برضو عشان تكون علاقه عكسيه، لان كل ما يكون فرق الجهد ثابت في بيساوي اي في ار، لما في ثابته يبقى تتناسب شده التيار عكسي مع المقاومه. ملفات المقاومه القياسيه ملفوفه لفا مزدوجا. طبعا اللف المزدوج ده عشان يقلل منين؟ من الحس الذاتي ويمنعه، وفي نفس الوقت كل سلك يلاشي المجال الناشئ عن السلك الاول يلاشيه الثاني. عدم تولد قوة دفع مستحسة في سلك. سلك مستقيم، كلمة سلك مستقيم وعدم تولد يبقى نقصد يبقى الحركة هنا موازية لخطوط المجال، لان يجب ان تكون الحركة عمودية لكي تكون قوة دفع اكبر ايه ما يمكن. يبقى الإجابة لأن حركة سلك موازي لخط المجال وساين صفر بصفر. ينمو التيار الكهربي في سلك مستقيم أسرع من نموه في ملف ذو قلب حديدي. الملف ذو قلب حديدي ينشأ فيه تيار مستحس عكسي أكبر، فلما يكون تيار مستحس عكسي أكبر فيحاول يقوم يقلل من التيار الأصلي، ولذلك يبقى معدل نموه بيكون أقل، بينما في السلك يكون أكبر. يبقى لأن التيار العكسي المتولد في الملف ذو القلب أكثر من حالته في السلك. قبل لا تتمغنط ساق من الحديد ملفوفة حول ملف. يبقى قبل لا تتمغنط يبقى معناها إن ما تكونش مجال مغناطيسي في الملف. إمتى لا يتكون مجال مغناطيسي؟ إذا كان ملفوف لفا مزدوجا بحيث يلاشي المجال على السلك الأول ويلاشيه الثاني. يفقد جزء من طاقته في المحول. طبعا لا يوجد محول مثالي، لا يوجد محول كفاءته 100%، لازم 100% جزء من الطاقه تفقد، اما عن طريق التيارات الدواميه او الاسلاك. يبقى لا تصل ليه كفاءه المحول 100% ولا يوجد محول مثالي، لان لابد ان يفقد جزء من الطاقه في شكل تيارات دواميه وفي مقاومه الاسلاك. يستخدم محول رافع في محطه التوليد، لأن رافع للجهد خافض للتيار، رافع للجهد خافض للتيار، وكلما قل التيار قلت الطاقة المفقودة بالأسلاك. يصنع القلب الحديدي من شرائح معزولة. يبقى لما نقول شرائح معزولة ليه؟ لتقليل التيارات الدوامية، وحديد مطور سيليكوني عشان يزود حركة الجزيئات المغناطيسية. لا يعمل المحول الكهربي بتاعه مستمر. احنا عارفين محول فكرة عمله الحس المتبادل بين ملفين بحيث يحدث تغير في احدهما فتتوازن في الاخر، ولكن التيار المستمر ثابت الشده، التيار المستمر ثابت الشده اتجاه، اذا المجال له ثابت لا يتغير، بعكس التيار المتردد متغير الشده اتجاه، اذا المجال الناشئ عنه يكون مجال متغير. يستمر الملف المطور في الدوران بوضع الراس برغم ان العزم صفر، رغم ان عزم الازدواج صفر. الإجابة بسبب القصور الذاتي واحتفاظ الجسم بدوران. يعتبر ليزر الهيليوم نيون مثال لتحويل، لأن احنا عارفين فرق الجهد المسلط يكسب الهيليوم طاقة حركية
فتثار وتعمل تصادمها مع النيون الى اثاره النيون. يبقى لان فرق الجهد يكسب الهيليوم طاقه حركيه تعمل على اثاره النيون. يشترط في مصادر الليزر ان يصل الوسط الفعال اسكان معكوس. نعرف الاسكان معكوس الاجابه هنا عشان يكون عدد ذرات المساره، لكي يكون عدد المساره اكثر من مستقر. يقل الطول الموجي المصاحب للالكترون بزياده سرعته. لاحظ مبدا دي برولي، العلاقه بين الطول الموجي والسرعه علاقه عكسيه. يبقى الاجابه ان حسب مبدا دي برولي الطول الموجي يتناسب عكسيا مع السرعه. فاذا كلما زادت السرعه قل الطول الموجي عن تفاصيل الجسم. يقل الطول الموجي المصاحب للالكترون بزياده كميه الحركه، نفس الكلام، لان الطول الموجي يتناسب عكسي مع كميه الحركه. حسب مبدا دي برولي ان الطول الموجي يتناسب عكسي مع كميه الحركه. تفضل الالكترونات الرقميه عن التناظريه. طبعا الالكترونيه بتتميز بانها بتحول المعلومات الى 0-1 وبالتالي يحدث تشويش، لان الرقميه تحول المعلومات الى شفر 0-1 وبالتالي يحدث تشويش بعكس التناظريه. يعتمد الطول الموجي للطيف المميز على نوع ماده الهدف وليس فرق الجهد، لان هي اصلا لا تتم الا في ركن الجهد ودل عليه. وفي نفس الوقت الاشعه السينيه ناتجه منين؟ من فرق الطاقه المستويين. يبقى لان الاشعه السينيه تنتج من فرق طاقه المستويين عندما يعود الالكترون المستوى الاعلى للمستوى الاقل. اذا كلما زاد العدد